السلام عليكم، مرحبا بكم مجددا في قناة أم أركان، قناة للأفكار التربوية. فيديو اليوم غادي يكون قصير، غادي نقدم فيه جوج الأفكار باش يستطع الطفل أنه يمسك القلم بالطريقة الصحيحة. هذا الفيديو موجه على وجه الخصوص الأمهات ويعني داك المربيات بالتعليم الأولي أو أساتذة التعليم الأولي، كذلك أساتذة المستوى الأول، بطرق بسيطة ومكونات بسيطة. إذا تمكن التلميذ من مسك القلم بالطريقة الصحيحة يعني غادي كيساعدو هذا في الخط. إذا سنحتاج إما القرص أو لا قطعة ورق أو لا أي حاجة. ما عنديش طفل صغير اللي نقدر نوضح لكم، غادي نوضح باليد ديالي. إذا كنقبض هذا القرص وكنحاول نقول ليه بأنه يحاول يثبتو بهاد الأصبعين بجوج هنا، يعني هكذا غادي يشد. وكنجيبو قلم جاف ولا قلم الرصاص وخاصو يتعلم يشد بهذه الطريقة هذه هكذا، عوض انه يشد ستيلو بجوج ديال الاصبعين صغيرين، يمكن ليه يشدهم بثلاثة. كيتمكن من ستيلو كيشدو بالطريقة الصحيحة وكيكون شدهم، يعني ماشي كيغلب، ماشي ستيلو يعني يقدر ما متمكنش منه، هكذا كيكتب الحروف بالطريقة الصحيحة. ديما تعلموا وضعوا للابناء ديالكم شي حاجة يضغطوا عليها بالاصبعين بجوج وهاد الاصابع بثلاثة يتمكن من الكتابة ديالهم. الفكرة الثانية اللي غادي نوضح هي باستعمال هاد لاستيك. باستعمال لاستيك كاينين طرق متعددة، هكذا ما كي يعني التلميذ في اول مرة كيستعمل القلم ما كيكونش عنده صعوبة. الطريقة الاولى اللي كيستعملوا الاغلبية بحال هكذا، كنحاول ندخل هذا بحال هكا، نحاول اذا هاني ثبتو بهذه الطريقه، وكنقوم بادخال هذا القلم هذا ما تبقى في اليد ديال الطفل بهذه الطريقه. وراها ديما القاعده الاساسيه هي اللي وريت في الاول، يعني هذه الطريقه ما غادي نبقى نديرها حتى غادي نوضح للتلميذ بان هكذا، والتلميذ خصو يوضع حدو بجوج ويدير. اللي كتخلي اللي زوين في هذه الطريقه ان القلم كيكون مثبت، يعني الاصابع باش يشدوا القلم كيحدثوا عليه واحد القوه اللي كتجبدوا بحال هكذا. هكذا كيستطيع التلميذ انه يكتب. كاينه بطريقه نفسها غير عوض يديروا القلم من هنا كيوضعوه بحال هكذا، يعني من الاسفل بحال هكا، مع العلم انني خصني نوضع الاصابع ديالي هنا وهذه هنايا.